مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء في كل مكان، التواصل يستمر والانطلاق من هنا من عاصمة الميادين، انطلاقة شوط الختام لهذه الفترة الصباحية، شوطنا السابع عشر المخصص للأبكار المهجنات الأصائل. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشاركين. نذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول وإلى الظبي مباشرة مع مقدمة الشوط، لمبارك بن هادي بن بطيء بن دميثان الشامسي مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول اللي هي الظبي، لمبارك بن هدي بن بطيء بن دميثان الشامسي من تسيطر بهذا الانطلاق وبمقدمة الشوط. المركز الثاني أرى مشاهدينا الكرام المدينة لمحمد بن عبد الله بن محيروم المحرمي من تاتي مع المركز الثاني، الدور دور المركز الثالث، وأرى القدوم هنا الشاهينية محمد بن فري بن حمد بن ناصر بن دلموك من تاتي مع المركز الثالث، الدور دور المركز الرابع، وأرى الدخول والقدوم هنا على رابع المراكز من قبل مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات من تسيطر هنا الظبي لبريك بن طالب يحكم القفز يغادر بالصدارة حتى هذه اللحظات بدون أي منافس على الإطلاق المباشر، إلا منافسة قادمة قوية هنا مشاهدينا الكرام شديدة، عبيد بن سالم بن محمد بن الهلي وأيضا وصل رجل الأمتار الأخير، يا سلام هنا مشاهدين الكرام شانية محمد بن أحمد بن مطر بن مايد الخيلي مع المركز الثالث، ولكن مشاهدينا الكرام الشاهينية ما زالت تفرض الوجود، تبي تغادر بالفوز، تبي تغادر بالناموس بالانتصار بشوط الختام. ما شاء الله وتبارك الله يا حمد يا بن متعب يا بن حمد العامري مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول، المركز الثاني، قدوم هنا من الخلف والهجوم من الظبي، بريك بن طالب بن فري بن هادي الغفران، ولكن بعود مع الرقص، بعود مع العرض المميز، العرض الممتاز، ما شاء الله وتبارك الله، انفراد كلي للغاية، تهانينا والناموس من هذه اللحظات نهديها عبر سيدة القنوات الرياضية، قناة أبو ظبي الرياضية، مالك الشاهينية حمد بن متعب بن حمد العامري بدون أي منافس بدون أي منازع على الإطلاق المباشر، تهانينا والناموس لمالك الشاهينية حمد بن متعب بن حمد العامري على هذا الأداء المميز لحظة الوصول، معلنة الفوز والناموس والانتصار بدون أي منافس، تهانينا لحمد بن متعب بن حمد العامري. المركز الثاني الشاهينية محمد بن أحمد المطلب بن مايد الخيري، المركز الثالث وصلت نشبة ناصر بن عبيد بن علي بن زلب العامري، المركز الرابع الظبي بريك بن طالب بن فري بن هادي الغفران، المركز الخامس وصلت سمح مبارك بن ترشوب بن صالح العامري. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام والتحدي والمتعة والإثارة في شوط الختام، ولكن الفوز والناموس يذهب لمن تستحق الشاهينية حمد بن متعب بن حمد العامري. أمامكم 9 دقائق 35 ثانية جزء واحد يتيما من الثاني، تهانينا لحمد بن متعب بن حمد العامري واسعد الله صباحك يا بن متعب على هذا الفوز والانتصار. من حل الثانية المشاهدين الكرام الشاهينية محمد بن احمد بن مطر بن مايد الاخير 9 دقائق 42 ثانية خمسا من الاجزاء، تهانينا والناموس لمالك الشاهينية محمد بن احمد بن مطر بن مايد الاخيري المركز الثالث. شكرا للمخرج مشبه 9 دقائق 42 ثانية 9 من الأجزاء، تهانينا والناموس لناصر بن عبيد بن علي بن زرب العامري، تهانينا والناموس على هذا الفوز، وتهانينا والناموس لجميع الفائزين والمنتصرين في هذا الصباح.